نبتدي موضوعنا بداية من أول الملجأ اللي في الشرقية اللي في الشرقية ملجأ اللي في الشرقية. أنا على حد معلوماتي إنه في الملجأ ده في الشرقية عم أحمد فؤاد نجم كان معاه شاب أو طفل صغير كان اسمه عبد الحليم شبانة. عبد الحليم علي إسماعيل شبانة بالظبط كده اللي أصبح فيما بعد نجمنا الكبير العندلي الأسمر عبد الحليم حافظ. كان معايا في الملجأ قعدنا 6 سنين. زينك تحكي لنا بقى عن الحكايه دي عن الملجأ انا اصلي بخجل من نفسيتي على راي المثل، لان انا كنت برتكب حماقه شديده جدا. كنت بغني مع عبد الحليم. بتغني؟ بغني قصاده واحنا الاثنين راس ما مغرش من حلاوه صوتك. هو كان في محمود افندي حنفي ده قائد الاوركسترا في الملجأ، كمان جاتي حراق قوي. محمود افندي حنفي كمان جت يعني كنا لسه ايام لافندية يعني ايام الطرابيش والباشوات قبل قبل الالقاب ما تتلم. وكان قائد الموسيقى النحاسيه محمد افندي ندى. انما محمود حنفي ده كمان جت حرق قوي. الاتي الناس بيفهموا كلمه الاتي انها حاجه معنى مش كويس. زي ابراهيم عبد الناس، ما اعرفش انت سمعته ولا لا. ابراهيم عبد الناس ده كان بلوى. وعمان احمد الحفناوي بقى والبلاوي السوداء دي المتلتله دي، عبد الحليم كان كده. كان يوم ما يبقى انا بطش في الملجأ يجيبني انا وعبد الحليم، عبد الحليم يغني حياتي انت وانا اغني ما دام تحب تنكد ليه. ما تفهمش الجرأه اللي كنت جايبها دي، جرأه الجاهل. يعني ازاي عبد الحليم يغني وانا اغني؟ وهو كان صغير، كان صوته زي فيروز، كان صوته جميل اللي هو لسه ما بلغش. كان احلى من صوته وهو كبير. كان الصوت في الطفوله بيقدر يجيب كان مسافات زي فيروز بالظبط. وفيروز دي حبي الاول والاخير. فيروز دي بتلبشني لما بسمعها فعلا. شيء رهيب. عبد الحليم كان كده. ومع ذلك كنت بمنتهى البجاحه يروح محمود افندي حنفي ده مسكها وعامل لي واقول ما دام تحب تنكد ليه. وقعدنا. هو خرج من الملجا قبلي لانه هو كان وقع يا عيني من فوق الملجا، ما اعرفش ايه اللي كان مطلعه، كان شيطان. راح وقع من فوق الملجا فظهره اتكسر، فنقلوه مستشفى الزقازيق الاميري. ومن هناك طلع على مصر. كان اخوه اسماعيل بيشتغل في معمل ادويه الدوش وراح مدخله المعهد. خرجت قعدت قد ايه في الملجأ قعدت من 36 ل 45 تسع سنين. خرجت عبد الحليم خش بعدي يمكن بسنه. وخرج يعني قبل عندك الادميه اللي انت قبل بشهور. كنت الالفا بقى في كنت شويش انا شويش الادميه بالادميه. انا كنت في السرير 95 وهو كان في 94. كنا بننام جنب بعض بس هو كان اصغر في السن. هو اصغر بايام لان هو في 30 يونيو انا 22 مايو. نفس السنه يعني شهور او يعني مفيش ايام يعني. ايام خرجت عندك كم سنه من الملجأ؟ وحوالي 16 سنه. 16 سنه دخلت وانا عندي 6 سنين. بعد ما خرجت اتنقلت على طول للقاهره ولا قعدت شويه؟ مش فاهم حاجه. قعدت 10 سنين دول خرجت مش فاهم حاجه خالص.